الآن تشاهدون. فريق الجدعان يشهد في محافظة الأقصر اجتماع البنك الأهلي المصري مع نحو 200 مستثمر من أصحاب المشروعات المتوسطة في أقصى جنوب الصعيد، وذلك بهدف توضيح استراتيجيات البنك وقراراته الداعمة لهذه المشروعات في المناطق الصناعية الجديدة بالصعيد. البنك الأهلي المصري دايماً حريص على لقاء أصحاب المشروعات اللي نجح في دعمها بقوة وتغيير مسارها تماماً، وخصوصاً المشروعات المتوسطة، يعني اللي مبيعاتها السنوية بتتجاوز 50 مليون جنيه، ده حسب تصنيف البنك المركزي المصري. وبالمناسبة البنك الأهلي المصري ضخ لغاية النهاردة أكتر من 155 مليار جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال مبادرات البنك المركزي المصري. المرة دي اللقاء مع أصحاب المشروعات المتوسطة في محافظة الأقصر، ما هو لازم البنك الأهلي المصري يتعرف على التحديات اللي بتواجه أصحاب المشروعات المتوسطة في جنوب الصعيد، وكمان يحدد احتياجاتهم عشان يضمن استمرار عجلة الإنتاج. وخلي بال حضراتكم، اللقاء مع أصحاب المشروعات المتوسطة في الصعيد يتواكب مع احتفالات البنك الأهلي المصري بمرور 125 سنة على تأسيسه، عشان كده حضروا حوالي 110 قيادة في البنك الأهلي المصري وحوالي 200 مستثمر من أصحاب المشروعات المتوسطة في الصعيد. تعالوا في البداية نقابل السيد سعد محي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري عشان نتعرف على استراتيجيات البنك في دعم أصحاب المشروعات المتوسطة وآليات مساندتهم في مواجهة التحديات الحالية. احتفلنا شمالاً والنهاردة بنحتفل جنوباً بأصحاب المشروعات. البنك الأهلي المصري هو الداعم الأول لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. خلينا نسأل حضرتك النهاردة، محافظتنا وصلت لكام في دعم هذه المشروعات؟ الحقيقة إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي في 31/5 وصلنا ل 145 مليار جنيه ائتمان مباشر، بالإضافة إلى 10 مليار جنيه ائتمان غير مباشر، بإجمالي 155 مليار جنيه ده تمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. رسالتنا النهاردة إيه لكل أصحاب المشروعات اللي قابلناهم في محافظة الأقصر؟ حضرتك النهاردة زي ما شفت اللقاء وشفت مجموعة العملاء اللي موجودين النهاردة وكانوا موجودين معنا واللي بيمثلوا شريحة عملاء المشروعات المتوسطة في منطقة جنوب الصعيد، بنوصلهم رسالة مهمة جدا إن البنك الأهلي داعم لكل جهود التنمية اللي موجودة في منطقة جنوب الصعيد ولكل عملاء جنوب الصعيد. حضرتك لو بصينا كل عناصر التنمية المطلوبة موجودة من حيث أراضي، موارد، المناطق الصناعية مجانا، والمناطق اللي خدنا اراضي مجانا بالظبط كده يا فندم. فالنهارده ده جاي توجه دوله، وده بيتفق تمام مع استراتيجيه البنك الاهلي لاستغلال كل الفرص الاستثماريه المتاحه وتوفير كل الدعم والتمكين المالي للعملاء الجادين في تنميه وتنفيذ مشروعاتهم. فالنهارده بشويه تنسيق وبشويه تظبيط وبشويه تربيط وتشبيك للعلاقات ان شاء الله هيكون موجود حاجات قويه جدا جدا ومشروعات واعده، وتقدر تفتح يعني تغطي السوق المحلي وتقدر توفر لنا منتج محلي وممكن توجه الفائض للتصدير ان شاء الله. بنستهدف المرحله الجايه حضرتك، احنا وصلنا النهارده لاجمالي توظيفات في منطقه جنوب الصعيد، بنتكلم في حوالي في منطقه الصعيد حوالي 35 مليار جنيه. بنأمل الفتره الجايه ان احنا الرقم ده يزيد اكتر واكتر، ان احنا مثلا ممكن نوصل ل 50 مليار، وده نتمناه كده خلال المتبقي. ده الصعيد بالظبط كده يا فندم، يعني عندنا تكلفات مباشره بتنميه الصعيد، صح ولا لا؟ بالظبط كده يا فندم، وده يتوافق تماما مع توجهات الدوله ومع استراتيجيه البنك بالتوجه لتنميه الصعيد واستغلال الفرص الاستثماريه اللي موجوده في الصعيد. فحضرتك النهارده احنا بنتحرك باليات وباشكال جديده تانية تماما، عاملين سيجمنتيشن للعملاء بتوعنا، عملاء متوسطه، عملاء صغيره، عملاء متناهيه الصغر. كل شريحه من دول لها احتياج بشكل معين ولها اسلوب اداره واسلوب دراسه بشكل معين. صحيح. نيجي للمشروعات متناهيه الصغر والمشروعات الصغيره او المشروعات
الصغيرة، عندنا برنامج الأهلي بيزنس أو حزمة برامج الأهلي بيزنس اللي وصلوا حوالي 53 برنامج متنمط في إجراءاته في مسانداته في كل حاجة، بحيث أن العميل بياخد وقت صغير جدا جدا في مرحلة الدراسة وإقرار التموين بمستندات بسيطة بإجراءات بسيطة. هو الأهلي بيزنس يشمل الصغير والمتناهي الصغر؟ بيشمل الصغير ومتناهي الصغر، لأن أنا بتيح فيه حجم تمويل حتى 5 مليون جنيه. فحضرتك بالنسبة لشريحة الصغير دي برضو ليها آليات تعامل من خلال معظم فروع البنك، عندنا حوالي 250 فرع موجود فيهم الخدمة متاحة للمشروعات الصغيرة. دلوقتي هنقابل السيد محسن أبو بكر مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري عشان نتعرف أكتر على آليات الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة في جنوب الصعيد. النهاردة احنا بنستهدف شريحة أصحاب المشروعات المتوسطة، عندنا وحدات خاصة للتعامل معهم. تمام. أنا عايز شرح كامل بقى الناس دي بندعمها إزاي، لأن ده ليه وضع خاص جدا، له صغير وله كبير. الشريحة دي وفق تعريف البنك المركزي اللي باعت السنة اللي فاتت، يعني إيراداتها السنة اللي فاتت من 50 مليون لغاية 200 مليون جنيه، والشريحة دي شريحة بتحتاج عناية خاصة. ليه؟ لأن كتير منهم بيطلع من صغير، وبالتالي شغال كتير منهم بمفهوم الشركات الصغيرة لكن حجمه كبر، وبالتالي بيحتاج تمويلات أكبر من الشركات الصغيرة. عشان كده فكرنا، يمكن كان مع منتصف 2019 مع بداية 2020، إن يبقى عندنا فرق عمل متخصصة لهذه الشريحة من المشروعات. وفعلا النهاردة وصلنا، يمكن تطورت هذه الفكرة، وصلنا النهاردة ل 47 مركز للشركات المتوسطة، منهم 6 موجودين في جنوب الصعيد. اللي احنا النهاردة كانت الاحتفالية مع عملائنا، اللي وصلنا النهاردة لعدد فعلا مش قليل. يمكن محفظة الشركات المتوسطة زادت من أول ما بدأنا للنهاردة، زادت حوالي 40 مليار جنيه. بدأنا بحوالي 17 مليار جنيه، وصلنا لحوالي 57 مليار جنيه. يمكن حصة 80% أصلا من أصحاب المشروعات متوسط، خلينا نكون واضحين يعني، فلازم الناس دي هي اللي تدعم، خصوصا اللي بيشتغل في الصعيد. الشريحة دي من العملاء خدت عناية خاصة من البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال الفترة اللي فاتت. يمكن البنك المركزي بدأ مبادرته من 2016 بمبادرة 5% للمشاريع الصغيرة، وكانت المشاريع المتوسطة 8%. بدأنا بسبعة وباثناشر وبعشرة وبثمانية، والنهاردة بقت المبادرة 11%. 11% دي بتستفيد منها الشرائح من العملاء اللي بتنتمي للنشاط الصناعي والنشاط الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة. لكن البنك الأهلي لقى فيه إن أنشطة كمان أخرى ما بتستفيدش بالتمويل الميسر ده، وبالتالي بيسعى البنك لتوفير نظم تمويل ميسرة بخلاف كمان مبادرة الـ 11% للأنشطة اللي ما بتستفيدش. وده بيبقى بالتعاون مع جهات دولية زي بنك التنمية الصيني، بنك التنمية الإفريقي، بنك الاستثمار الأوروبي، ودي بتبقى أسعار فايدة مقارنة بسعر فايدة التجاري المتداول في السوق أقل منها. منها على سبيل المثال بنك التنمية الصيني، وده بيبقى سعر فايدته ربع فوق الكرودور، يعني النهاردة تقريبا ب 19.5 وبدون عمولة، وده طبعا سعر مقارنة بالسعر التجاري أقل من السعر التجاري. وبالتالي يا إما أنشطة بتستفيد مبادرة الـ 11، يا إما بنقدر نسعى أن احنا نوفر لها نظم تمويل برضو ميسرة مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق. خليني أسألك سؤال، النهاردة في تحديات كبيرة جدا بتواجه كل المصنعين، اللي بيحاول ينزل منطقة الإنتاج، يقلل من خامات اللي داخل المصنع بتاعه، يزود صادراته بأي ثمن عشان يعمل حصيلة دولارية يجيب خاماته. في اللحظات دي احنا لازم نفكر بشكل مختلف مع طبعا أصحاب الصناعة، صح؟ احنا تحديات يعني، واحنا الدعم المالي لمواجهة هذه التحديات، ايه التكلفات اللي صدرت في الجزئية دي تحديدا؟ عايز اقول لك استاذ محمد، احنا عندنا عنوان كده شغالين بيه في ظل المرحلة اللي احنا موجودين فيها، زي ما حضرتك قلت مرحلة تحديات، ولكن احنا عندنا عنوان شغالين بيه الاستمرارية. احنا هدفنا العميل بطاقته يفضل مستمر، احنا ما عندناش استعداد عميلنا يخرج من السوق ولا حجم انتاجه ولا شغله يقل. وده بيتم في آليات بقى بنترجمه لآليات تمويلية مصرفية تتناسب مع هذه التحديات. منها على سبيل المثال عندنا كان في شهر مارس وفي شهر أكتوبر السنة اللي فاتت، كان عندنا تعويم أثر على زيادة تكلفة الإنتاج ومصروفات التشغيل للمصانع. البنك الأهلي كان على طول له رد فعل، فزودنا التمويلات التشغيلية للعملاء بنسبة 20 و25% مباشرة، وده كان له مردود إيجابي جدا عند عملائنا، إن قدرنا نساعدهم إن هم يسدوا الجاب التمويلية اللي حصلت عندهم في ظل زيادة الأسعار. هل الأمر ده مستمر؟ طبعا. أو في تيسيرات جديدة؟ طبعا. التفاعل العملي مع كل المتغيرات اللي بتحصل، يعني احنا طول الوقت بندرس التحديات اللي بتواجه الناس دي وازاي
نخفف عليهم الضغط ده؟ طبعا. ازاي يستمر في الانتاج؟ ازاي يحافظ على العمالة بتاعته؟ والاستشعار المبكر يا استاذ محمد، يعني انا ما انتظرش لما العميل النهارده او يبقى عندي شريحه من العملاء تتعرض لمشكله وبعدين نبدا ندور على حلها. احنا دايما بقربنا من العملاء، وده بيحصل زي اللقاء اللي حضرتك شرفتنا بيه النهارده، ده بيخلينا دايما قريبين منهم وعارفين احتياجاتهم، مش بننتظر ان تحصل التحدي يوصل لمشكله بعدين ندور لها على حل، لا، وهي نفسها وهي تحدي وهي لسه في بدايه ان لا قدر الله يحصل مشكله بنقدر نحلها. قابلنا في اجتماع البنك الأهلي المصري في محافظة الأقصر مجموعة من أصحاب المشروعات المتوسطة. تعالوا نقابل الحاج خالد أحمد فايز الشهير بالشهبندر، وهو مؤسس شركة شهبندر لإنتاج التقاوي، وهو بيمتلك محطات متميزة لتجهيز وغربلة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وخصوصا القمح تحت رقابة وزارة الزراعة. ركزوا معاه. حضرتك متخصص في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وخصوصا القمح والذرة، بتنتج لكل محافظات الصعيد تحت رقابة وزارة الزراعة، صح كده ولا لا؟ ده صحيح مظبوط. المهنة دي مهمة جدا، والمصانع دي مهمة جدا، والمحطات دي هي أساس تحقيق أمن الغذاء لمصر، عشان الناس تبقى فاهمة. أنا عايز أعرف الحاج خالد بدأ إزاي هذه الشغلانة، فهمنا. بدأت أولا تجاري الفترة 15 سنة. كنت بتتاجر في تقاوي المحاصيل الاستراتيجية. تقاوي المحاصيل الزراعية. أيوة. بعد كده لقينا من الواجب علينا أن يكون عندنا محطات وننتج البذور. اهتمينا بمجال البحث العلمي. ثانيا أنشأنا محطة للإعداد والغربلة بتصريح من وزارة الزراعة. ثالثا بناخد الأساس أو التقاوي من وزارة الزراعة. من وزارة الزراعة. من وزارة الزراعة. اللي هي تمتلك الأباء من الذرة أو التقاوي القمح. بنعمل عملية تعاقد مع المزارعين، وبعد المتعاقدين تحت إشراف وزارة الزراعة. بعد ذلك بنستلم المحصول من الشركات أو المزارع الصغير اللي هي تقاوي الإكسار، بناخدها من المزارعين نصدرها إلى المحطات أو إلى الصوامع للتخزين والغربلة في وقت الإعداد. الوزارة بتدعمك عن طريق الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي أو اعتماد التقاوي؟ الوزارة هي 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 الوحيدة المنوطة بالإشراف على التقاوي من الألف إلى الياء، من أول الحقل لغاية الشكارة النهائية اللي بتروح للمزارع. أول ما تاخد الأساس، أول ما تستلم بذور الأساس عشان تزرعها، حتى تصدير الشكارة إلى المزارع مرة أخرى. البنك الأهلي يوفر لك معدات تغطي كل احتياجاتك لكل التقاوي اللي بتنتجها سواء خضر أو محاصيل استراتيجية؟ البنك الأهلي داعم رئيسي لكل الزراعات، المعدات، ما يحتاجه المزارع اللي هو أنا بتعاقد معاه وأزرع معاه، إذا كانت شركة صغيرة أو شركة كبيرة أو مزارع صغير أو مزارع كبير. يدعم البنك الأهلي هذه الشركات عن طريق شركة الشهبندر. يعني هو المزارع أو اللي بيزرع لك التقاوي بتاعتك. نعم، هو اللي بيمول له العمليه الزراعيه بتاعتك. نعم. طب وخطوط الانتاج عندك، محطه الغربله، الصوامع، الكلام ده هل تم فيه الدعم من البنك الاهلي؟ نعم، تم الدعم من البنك الاهلي بجزء كبير جدا، والبنك الاهلي للقطاع الزراعي داعم مميز وفعال. طب حاج خالد، النهارده مصر مخططه انها تزرع 4 مليون فدان ومحصول القمح. نعم. وحضرتك مشارك في هذه الخطه، صح ولا لا؟ نعم مشاركين بمحطاتك والصوامع بتاعتك. نعم. ومجهز. نعم. من دلوقتي للموسم الشتوي اللي جاي. نعم. وصلت لايه؟ طمنا. احنا وصلنا حاليا الى ما يقرب من 1000 طن او 1500 طن داخل الصوامع من الاصناف المختلفه عاليه الانتاجيه. بتغطي كم فدان الكميات اللي عندك دي؟ للمزارعين اللي هو المزارع النهائي اللي هناكل منها. للمزارع النهائي يغطوا ما يقرب من 5000 فدان. اللي قدام حضراتكم ده علي موسى، رئيس مصنع المصرية لمصنعات اللحوم والدواجن في المنطقة الصناعية بالعلاقي في أسوان، وهو بالمناسبة قصة نجاح كبيرة في قلب الصعيد وسنده البنك الأهلي المصري بقوة. حضرتك أول مصنع في أسوان بتغطي تقريبا 5-6 محافظات في الصعيد. لا انا عايزك تنزل لغايه القاهره وتوصل لغايه اسكندريه، ممكن ان شاء الله؟ اسمع الحكايه بقى. احنا ابتدينا حياتنا، كنت تاجر في سوق شعبي في اسوان. في اسوان اخذت توكيلات لكبرى الشركات، وجدت ان انا بعرف في عندي تسويق ممتاز في عمليه البيع،
فكان في تواجد لموضوع المبادرة اللي هي 5%. مبادرة البنك المركزي. مبادرة البنك المركزي. خدتها من خلال البنك الأهلي. خدتها من خلال البنك الأهلي. تمام. فبسطت ما لقيتش غير إن البنك الأهلي هو من أقوى البنوك والدعم الحقيقي إن يكون شريك ليا في المجال ده. فكان في مبادرة، كان في مصانع مجانية عاملها الحكومة. في منطقة العلاقي دي. منطقة أسوان في العلاقي كان فيها أراضي مجانية عاملها التنمية الصناعية دعم للصناعة. يعني بقول لك أصنع. أصنع. صنع. رحنا من قدمنا على المشروع وساعدونا كويس وادونا الأرض، وبعد ما ادونا كويس وصنعنا الحمد لله أخذنا مبادرة البنك المركزي عربيات مجهزة. فابتدينا دخلنا تاني في المرحلة التانية، عملنا مصنع إنتاج للحوم، مصنعات اللحوم اللي هو الكفتة والبرجر باسم المصرية للحوم. تمام. البنك كان دعم حقيقي لينا ووقف معانا وراح طور معانا، وأخذنا جبنا الخط التاني اللي هو خط المتبلات، الستريبس والناجتس، الدلع كله بقى. والبنيه، القيمة المضافة الحقيقية والقيمة المضافة الحقيقية اللي الناس بتحب الكلام ده. الحمد لله رب العالمين، والمصنع ابتدى ينجح نجاح كويس، والآن بنتكلم ان احنا عاوزين نصدر لجنوب أفريقيا ان شاء الله بإذن الله. المصرية للحوم موجودة في السوبر ماركت ولا توريدات فقط للشركات؟ في كل مكان، فنادق، أسوان، الغردقة، سوهاج، في سوبر ماركت كمان موجود، في سوبر ماركت في كل مكان موجود. يعني العبوة اسمها المصرية، المصرية اللحوم. بس مش عايزين برضو الصعيد، ننزل لنا القاهرة بإذن الله، ننزل القاهرة شوية بإذن الله إن شاء الله قريبا إن شاء الله ننزل القاهرة. التصدير، التصدير، التصدير في المرحلة الجاية، فإحنا في دعم للتصدير، وإحنا إن شاء الله بإذن الله بالدورات اللي تدهن دعم الصناعة والبنك الأهلي، فإحنا بفضل من الله منا ماشيين على الخطة دي، وإن شاء الله بإذن الله هنحقق نجاح فيها في القريب العاجل كويس خالص، وهنكون في الفترة الجاية من الناس اللي تصدر المنتج، وإن شاء الله نتوسع ونتوسع أكتر بإذن الله. المشروعات في قطاع التعليم في الصعيد بيدعمها البنك الأهلي المصري. تعالوا نقابل المهندس عمرو توفيق، مدير مدارس السلام الخاصة في أسوان، وهي مدارس تطورت بشكل كبير جدا وشملت كل مراحل التعليم من كيجي وحتى التعليم الثانوي. ركزوا معاه. المهندس عمرو توفيق مهندس طيران، وعندنا فهم البزنس عبارة عن مدارس السلام الخاصة، صح كده؟ صح كده. مدارس في أسوان، وهي أول مدارس خاصة. بالضبط. بدأناها إمتى وتوسعنا إزاي، وإزاي بدأنا مرحلة مرحلة؟ احكي لي كيف تطور الفهم البزنس ده. حاجة ابتدى في 2003، وكان ريسك كبير قوي ان انا اعمل حاجه جديده بمصاريف في محافظه اسوان، ف هي توك ريسك يعني، وبدا توكل على الله وبدا اخذها تدريجي يعني. ابتدى كيجي واخذ طلبه كيجي 1 وكيجي 2، بعد كده طلع بيهم اولى ابتدائي، بعد كده ثانيه ابتدائي، وطبعا كان بيخطى حولات من بره، بس الاساس اللي هم الطلبه اللي ابتدى بيهم من كيجي. سته ابتدائي كانت ساعتها شهاده، خلصنا سته ابتدى اعدادي، بعد كده لغايه ثالثه اعدادي، وهو في البروسيس بتاع اعدادي من اول ما ابتدى ياخد طلبه في اولى اعدادي ابتدى يبني المبنى بتاع ثانوي. ابتدى بقى بعد كده تالتة اعدادي خلصوا، دخلوا اولى ثانوي، اولى تانية تالتة، اول دفعة اتخرجت في 2016. خلال البروسس دي كلها الحمد لله رب العالمين، السنة قبل اللي فاتت طلع عندنا تالت جمهورية في علم رياضة ما شاء الله في تالتة ثانوي، دي كانت اول يعني بوم. بس قبلها بقى احنا الحمد لله شهادة تالتة اعدادي من الرواد في محافظة اسواني، كل سنة الاول من عندنا. يعني السنة قبل اللي فاتت كان عندنا 17، السنة اللي فاتت 12. 17 من الاول، 17 من الاوائل، كانت النتيجه عاليه ساعتها في المحافظه. بعد كده 12. يعني عاملين تحول في العمليه التعليميه في اسوان، صح كده؟ الحمد لله. طيب التوسعات بتاعتنا عامله ازاي بقى؟ يعني انا من وجهه نظري يعني متاخره شويه، بس جايين يعني ان شاء الله ناويين نتوسع، نشوف حاجه دولي. في يعني الناس بتسال كتير قوي على الموضوع الدولي، ان مفيش مدرسه دوليه في اسوان وحاجه انترناشونال. لقيت معظم الطلبه بتطلع من اولى ثانوي بيدوروا على الامريكان ديبلوما قبل ما تتحول وتبقى نظام تاني. خلاص بقى يعني الموضوع ما بقاش ايه انا عايز ادخل مدرسه خاصه، انا عايز ادخل مدرسه انترناشونال عشان بعد كده ابني يخش جامعه مرتاح، التعليم بالنسبه لي بس عارف. ان شاء الله يعني يكون لنا نصيب ان احنا نقدر نخدم المحافظه يعني بحاجه زي كده يعني. البنك الاهلي كان دوره معاك ايه بقى؟ عايز اعرف. هو ابتدى معانا في البروسيس، مش الستارت اب يعني، في النص كده، واحنا في يعني بعد مرحله كيجي. بعد مرحله كيجي وابتدينا نكمل بوش من البنك. بوش ابتدى معانا في بنى المباني ولا لا؟ لا بنى المباني، في تكمله بنى المباني. بعد كده دخلنا ثانوي، لغايه لما خلاص خلصنا انت بتخلص بقى اللي عليك، فالموضوع بيبدا يعني
هو معروف بزنس المدارس It's a long term investment. ما فيش جدال إن أصحاب المشروعات المتوسطة في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والمهنية محتاجين اللي يسمعهم ويعرف احتياجاتهم ويتفهم التحديات اللي بتواجههم، يعني يتكلم نفس لغتهم ويؤمن إن مشروعاتهم تعتبر من أعمدة النهوض بالاقتصاد الوطني. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يلتقي في الأقصر بمهندس الطيران أحمد البدري، والذي تعاقد مع كبرى شركات الصناعات الغذائية وأنشأ شركتي البدري والطيار للتوكيلات التجارية والتوزيع للمواد الغذائية لقطاعات الفنادق والمطاعم والسلاسل التجارية ومحلات البقالة في محافظتي الأقصر وأسوان.